ينضم إلينا مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي من واشنطن. أهلا بك معنا في تغطية التلفزيون العربي. أسألك في البداية عن ما تراه في الموقف الأمريكي من ما يمكن وصفه بالتناقض أو التضارب أو حتى تصحيح بين البيت الأبيض والخارجية الأمريكية. يخرج الرئيس بايدن أو يخرج البيت الأبيض بتصريح، ونرى تصريحا في الخارجية الأمريكية نوعا ما ينحو منحا مختلفا. كيف تقرأ الموقف الأمريكي مؤخرا سيد معلوف؟ أولا تحية لك وتحية لمشاهديكم الكرام. الموقف الأمريكي تطور كثيرا منذ بداية حرب إسرائيل على غزة. يعني في البداية رأينا كيف ذهب وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع وطبعا الرئيس بايدن في 18 من شهر أكتوبر، بعد 9 أيام على بدء على 7 أكتوبر، أي أن الموقف الأمريكي في البداية كان مؤيدا بصورة عمياء لإسرائيل، مع أسلحة، مع أكبر حاملات طائرات في العالم هناك. ولكن عندما بدأ يرى العالم والولايات المتحدة أيضا ما تقوم به إسرائيل من أعمال وحشية ضد المدنيين، تدمير الأبنية وقتل الأطفال والنساء بهذه الصورة العشوائية، بدأت الولايات المتحدة تشعر بأنها في عزلة من العالم، بدأت تعطي نصائح لإسرائيل. الأمور بدأت أولا بالنصائح، ثم بدأت بإعلانات علنية، مواقف علنية فيها بعض الاختلاف عن رأي إسرائيل في ذلك، إلى أن قال ما قاله الرئيس بايدن منذ يومين. ولكن ما قاله ليس هذا كان موقف الإدارة الأمريكية الرسمي، لأنه لم يصدر لا بموجب بيان ولا أثناء وجود الرئيس بايدن في البيت الأبيض. كان هذا حديثا أثناء لقاء الرئيس بايدن مع متبرعين لحملته الانتخابية، فهو مرشح نعرف للرئاسة لدورة ثانية في العام القادم. ومثل هذا الحديث يعتبر حديث مرشح أمام بعض الناخبين والمؤيدين أو المتبرعين له. لذلك جاء فيما بعد تصريح الناطق بلسان وزارة الخارجية ليوضح بعض الأمور، ولكنه لم يكن بالكمية الكافية، ليس لم يكن يعكس تماما ما قاله الرئيس بايدن. يعني ما قيل هو موقف الإدارة الأمريكية الرسمي، ما قيل في على لسان الناطق بلسان الخارجية. ولكن بالنتيجة عندما يتكلم رئيس الولايات المتحدة يجب أن يفهم من ذلك أن هذا هو موقفه. قد يرى بعض أعوانه شيئا ربما لا يؤيدونه ولا يريدون أن يسمعوه، ولكن بالنتيجة هذا هو رأي الرئيس، وهذا سيكون في المستقبل، هذا هو الموقف الرسمي. ومن هنا أوفد الرئيس بايدن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان إلى إسرائيل، حيث اجتمع اليوم مع نتنياهو، مع وزراء، مع وزير الدفاع، مع الوزير المسؤول في حكومة ذلك، يعني لنقل وجهة نظر الرئيس بايدن مباشرة إلى المسؤولين الإسرائيليين. نعم سيد معلوف، ولكن أسألك هنا، يعني عندما نتحدث عن الموقف الأمريكي، الخارجية الأمريكية تقول ليس لدينا تقييم عما إذا كانت إسرائيل تخالف القوانين أو قوانين الحرب في غزة. تسأل أمريكا عن الجرائم، جرائم الحرب المرتكبة، تقول إنها تنتظر تحقيقا بشأن الحادثة. تقصف المستشفيات ثم تقول أمريكا تنتظر تحقيقا بشأن الحادثة. تقصف مدارس الأونروا ومراكز الأونروا، وأيضا تنتظر الولايات المتحدة تحقيقا بشأن الحادثة. اليوم يتحدث سوليفان عن حديث دار بينه وبين الجانب الإسرائيلي عن تغيير شكل الحرب، عن حرب متقطعة، حرب مختلفة. من يضمن بأن هذا الحديث ليس عبثا إسرائيليا بالولايات المتحدة؟ لماذا أصلا إسرائيل سترد على الولايات المتحدة إذا ما كانت مع الأسف، وهذا يقال مع الأسف، ترتكب كل هذه المجازر وأمام مرأى العالم، والولايات المتحدة ما تزال تنتظر نتائج التحقيق؟ صحيح. لنبدأ بالقول بأنه لا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة عندها موقف مزدوج في هذا الموضوع.
هذا أمر واضح جدا، تقول الولايات المتحدة أن إسرائيل ليس لها على الحق فقط في الدفاع عن نفسها، بل هذا واجبها، وفي الوقت نفسه تطلب من إسرائيل حماية المدنيين، تسمح لها بالقصف العشوائي، ومن جهة تقول لها بالدفاع عن المدنيين. يعني هذا موقف متناقض جدا، تطالب بالقضاء على حماس، من جهة ثانية تطلب من إسرائيل السماح لإدخال المساعدات الإنسانية. هنا هذا الموقف المزدوج ناتج عن شيء مهم جدا. نحن الآن في بداية معركة رئاسية، معركة انتخابية رئاسية. الرئيس بايدن يجد نفسه الآن وأن أسهمه تهبط كثيرا، ليس فقط عند الجاليات العربية الأمريكية، وعند قسم لا بأس به أيضا من اليهود الأمريكيين، أيضا في الكونغرس أسهمه تهبط، وهنالك مطالبة من بعض، حتى من أحد أعضاء مجلس الشيوخ اليهودي يطالب الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن بالذات بإعادة النظر بالمساعدات العسكرية والمالية لإسرائيل. أي أن الرئيس بايدن هذا الازدواج، هذه الازدواجية في المواقف الأمريكية، يحاول الرئيس بايدن إرضاء إسرائيل، لأنه هو مولع بإسرائيل منذ بداية حياته السياسية منذ أكثر من 50 سنة. ومن جهة ثانية عليه أن يحافظ على بعض مسألة معركته الانتخابية والتأييد الذي يتهابط ويتساقط ويتدنى بالنسبة إليه. لذلك نرى أنه يحاول أن يرضي هذا الفريق وذاك، وبالنتيجة أعتقد أنا أن ذلك لن ينفعه، لأن هنالك موجة الغضب مرتفعة كثيرا عنده، وفاز في الماضي في بعض ولايات فيها أكثرية عربية، ولكن الآن نسمع الجالية العربية خاصة في ولاية ميشيغان وفي ولايات أخرى تقول أنها لن تصوت للرئيس بايدن بسبب موقفه المتلاصق بصورة عمياء مع إسرائيل. هو يحاول بعض الشيء. هو الولايات المتحدة الآن في عزلة، منذ أن استعملت الوفد الأمريكي حق النقد في مجلس الأمن، ومن بعد ذلك صوت ضد قرار وقف إطلاق النار. هذه أمور أوجدت الولايات المتحدة في عزلة، وقد ابتعد عنها أقرب حلفائها مثل كندا ونيوزيلندا وأستراليا. هنالك تحالف بين دول خمس، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. الدول الثلاث كندا ونيوزيلندا وأستراليا أخذت موقف مغاير للموقف الأمريكي بالنسبة إلى موضوع وقف إطلاق النار. من هنا نرى أن الولايات المتحدة محرجة، وتحاول أن تظهر للعالم بأنها تطالب بمساعدات إنسانية، تطالب الإدارة، تطالب الجيش الإسرائيلي بأن يكون أكثر دقة، وأن تكون المرحلة القادمة من الحرب، أي بعد في السنة القادمة بعد انتهاء هذه السنة، أن تكون عمليات العسكرية موضعية ودقيقة، أي أن لا يكون هنالك قصف بصورة عمياء. وأعتقد أنا أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الآن في زيارته لإسرائيل سيمارس بعض الضغوط على الإدارة الإسرائيلية، على الجيش الإسرائيلي، على وزير الدفاع الإسرائيلي، لكي يكونوا أكثر حذرا، ولكي يخففوا من القصف العشوائي الذي يودي بحياة المدنيين والنساء والأطفال بصورة رهيبة وغريبة، وحشية همجية لا يمكن أن يقبلها أي إنسان عنده ذرة من الإنسانية. هذا هو وضع الأمريكي. كان الرئيس بايدن في البداية في موقف حرج، أما الآن فهو في مأزق، وهذا يحاول هو الآن أن يخرج من هذا المأزق. نعم. سيد مالوف، نقطة أخيرة. الولايات المتحدة، يعني ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى يوم الناس هذا، كنا رأينا محاولات عدة لبناء صورة لما سمي بالقيم العالمية، بالقانون الدولي، الصياغة الليبرالية لما يحكم العالم من مواثيق واتفاقيات جنيف وغيرها. عندما ننظر إلى ما فعل باتفاقيات جنيف، يعني لم تخترق فقط، ضربت عرض الحائط، كل ما يمكن اختراقه من القوانين الدولية اخترق، قتل الأطفال والنساء، قصف المستشفيات، كل هذا بعد الحرب
كيف سيؤثر ما حدث والموقف الأمريكي تحديدا على الصورة الأمريكية الدولية اليوم، على صورة الولايات المتحدة لدى المجتمع الدولي والدول الأخرى اليوم؟ نعم، الرئيس بايدن يشعر بأن صورة الولايات المتحدة قد شوهت بشكل كبير جدا بسبب مواقفه الملتصقة بإسرائيل التي تقوم بقتل الأطفال، يعني سمعنا أن هنالك 20,000 قتيل حتى الآن في غزة، معظمهم من المدنيين، و70% منهم من النساء والأطفال. هل هؤلاء هم إرهابيون؟ هل هؤلاء هم يشكلون خطرا على إسرائيل؟ هذا الموضوع ينعكس سلبا على الولايات المتحدة بشكل كبير جدا، ويشعر الرئيس بايدن أن عليه مسؤولية في ذلك، لأنه يقف إلى جانب إسرائيل هذا الوقوف الأعمى وغير المسؤول. ومن هنا هو يحاول أن يوفق بين محبته لإسرائيل وانغماسه مع إسرائيل إلى أقصى درجة، وما تقوم إسرائيل به من أمور تزعج الولايات المتحدة وتضعها في موقف حرج جدا، ليس فقط تجاه دول أخرى، ولكن أيضا تجاه الشعب الأمريكي الذي لا يقبل أن يكون موصوفا بذلك. ولكن نعرف جيدا أن اللوبي الإسرائيلي قوي جدا في الولايات المتحدة، ويحاول الرئيس بايدن أن يرضي اللوبي الإسرائيلي بالنسبة إلى الانتخابات القادمة. نعم، شكرا جزيلا لك مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن.